اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. برنامج ممكن نحن نطرح قضيه شائكه او تصور شائك. تصور شائك ليس الهدف منه هو التشكيك او محاربه اي من مرشحي الرئاسه. احنا بنطرح تصور، كيف ستكون مصر اذا كان الرئيس هو الدكتور محمد مرسي؟ كيف ستكون مصر اذا كان الرئيس هو الفريق احمد شفيق؟ مؤسسات الدولة هيبقى شكلها ايه؟ هتتعامل ازاي؟ هل الدستور هيتغير؟ هل صياغة الدستور ستختلف اذا كان اللي موجود دكتور مرسي عن الفريق شفيق؟ هل شكل الحكومة سيختلف؟ هل في صلاحيات هتبقى اكتر فالرئيس يقدر يعمل حاجات واحد من الاثنين تختلف من واحد الى الاخر؟ برحب بضيوفي الاعزاء، الاستاذ الدكتور محمد الجوادي الكاتب والمؤرخ السياسي. اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا. الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير مركز الدراسات السياسيه والاستراتيجيه بالاهرام. أهلا يا دكتور. اهلا وسهلا. الدكتور جمال نصار مدير مركز الحضاره للدراسات المستقبليه. اهلا وسهلا. دعونا نبدا واحنا بنتفق على الهوا، يعني ضيوف الاعزاء ما عملناش اتفاق مغلق، قررت ان يكون الحوار امامكم على الهوا، هتكونوا شركائنا بمكالماتكم. نحن نبحث عن حوار هادئ يساعد في تشكيل دماغك وانت بتختار. ممكن تتاثر، ممكن تغير قناعاتك، ممكن كلام حد يقنعك. انا هعكس المواقف، هخلي الدكتور جمال نصار يقول لي كيف ستكون مصر في وجود الفريق احمد شفيق، والدكتور عمرو هاشم ربيع هيقول لي كيف ستكون مصر في وجود الدكتور محمد مرسي، وما بين الاثنين سيكون دور الدكتور محمد الجوادي. اتفضل دكتور جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لك استاذ خير الدكتور محمد وللدكتور عمرو والساده المشاهدين. انا اولا لا اتخيل ولكن ساعيش الدور، يعني او زي ما بيقولوا كده كانه سؤال جدلي. أنا على المستوى الشخصي لا أتخيل أن تكون مصر برئاسة السيد الفريق أحمد شفيق، وبناء عليه طالما أنك طرحت أنت السؤال أنت هنا متجرد من انتماءاتك. أنت قلت لي أنا موجود بصفتي. نعم نعم أنا بقول نعم. أنا حتى أنا رجل مواطن مصري وبناء عليه أنا أقول هذا. نعم. إنما لو أنه السيد شفيق لا قدر الله من وجهة نظري رئيس الجمهورية، أنا اتفقنا تتجرد بقى رئيس لجمهورية مصر العربية، أقول أنه نفس سياسة النظام السابق بكل مفرداتها على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي ستكون هي على المستوى الخارجي. لو بدأنا من الخارج سيكون هناك تواصل مع الإدارة الأمريكية مثلما كان في السابق، سيكون هناك حالة من التواصل أيضا مع إسرائيل. القضية الفلسطينية لا تعنيني بأي حالة من الأحوال، لأنه أنا في النهاية بيهمني الصداقات مع إسرائيل ومع الأمريكان، والأمريكان في النهاية يريدون أن يؤمنوا لإسرائيل وضعها في المنطقة. ده على المستوى الخارجي باختصار. على المستوى الداخلي الشعب المصري صبر كثيرا وليس هناك مانع أن يصبر أكثر. الأمور الحياتية ستسير كما هي. أنا في خطاباتي سأكون بشكل أو هو طبعا بطبيعة الحال سيكون بيسموها يعني منحاز إلى الفقراء والمساكين، ولكن في الواقع وفي الفعل رجال الأعمال هم الذين يكون لهم السطوة والسيطرة والغلبة في كل شيء. مصالح الفقراء لا تعنيني بدرجة كبيرة أو لن تعنيه، ولكن الذي يعنيه هو من حوله، لأنه هذا الرصيد سيستمر وهو رصيد المحسوبين على الحزب الوطني. لديهم مصالح كبيرة جدا في كل مؤسسات الدولة. الدولة العميقة ستبرز أكثر لأنه ما زال هناك تواجد وبقوة في كل مؤسسات الدولة. ده بشكل مختصر. طيب هدخل معاك في التفاصيل، يعني خلينا بس ده المدخل كده. دكتور عمرو. نعم. لو تولى الدكتور محمد مرسي. الدكتور محمد مرسي تقديري انه ينجح النهارده، لكن الله اعلم ايه اللي هيحصل بعد 15 يوم. بغض النظر احنا بنفترض انا حاطط الاثنين ايهما هنا 50% 50%. مشكلته حاجتين اثنين، مشكله حقيقيه او تبدو عند البعض حقيقيه ومشكله مزعومه. المشكله الحقيقيه
او اللي تبدو عند البعض حقيقيه بين قوسين ما يقال عليه التكويش، تكويش جماعه الاخوان المسلمين. دي حاجه، لا هو انا اخشى من شيء يعني اذا سمحت لي فقط بتصويب الاتجاه. لا هو رئيس بالفعل، فعايز حضرتك تكلمني في ملفات زي ما الدكتور جمال نصار. ما هو برضه ما دي منطلق اللي احنا بنتكلم، ان عندك في مشكله بيقولوا هذه سابقه يعني مشكله التكويش في الملفات، في مشكله ما دي اثر، ما انا بتكلم انا عايزه هو قاعد على كرسي، فكيف سيكون شكل الدوله؟ دي بتكلم عشان دي هتؤثر. المشكله المزعومه او اللي هي غير حقيقيه او الغير اللي هي مش باينه او اللي هي بيدعى عليه فيها، ان الجماعه هتطلع مش هتنزل، باختصار هتقعد مش هتخرج تاني. بالظبط. تمام. هنا اول ملف من الملفات، سواء اذا كان موجود شفيق او موجود مرسي مع حافظ الالقاب، وهنركز زي ما حضرتك بتقول على مرسي. لا عايز حضرتك تكلمني عن الدكتور مرسي. مس اكتر من ملف. اول ملف ملف الدستور، يعني ملف اعداد دستور الدوله المصريه. هنا هتجد ان هيقف في مواجهه مرسي القوى المدنية. إذن وجوده سيؤدي إلى اصطدام مع القوى المدنية. مع القوى المدنية عند نيجي نتكلم عن ملف الدستور. تمام. على عكس مرسي، على عكس شفيقة تقف قصاد قوى الثورة لما يجي يعمل الدستور. طيب. فلما يتكلم على القوى المدنية فتيجي هنا تلاقي إن هو هيتم، طبعا أهم حاجة عندنا في الدستور مسألة برلماني ولا مختلط ولا رئاسي. فتلاقي هنا الضغط على انه يبقى رئاسي من القوة الموجودة في السلطة، سواء اذا كان موجودة في البرلمان ده في حالة وجوده هو، هيبقى الاتجاه الى ان يكون والقوة المدنية أسير. بتحاول تشد لمسألة المختلط. نعم. توصل لمرحلة رمادية في النص ما بين المختلط والرئاسي بتقديري. طيب. على عكس لو كان شفيق، لو شفيق هتشد عادية القوة الثورية هتشد ناحية النظام المختلط اكبر بكتير. ما لكش دعوه بشفيق. طيب. ممثل شفيق موجوده. الشارع طبعا هيختلف. الشارع هنا رب في له طالب، والمطالب الشارع له مطالب. نعم. والمطالب الحاليه بتاعت الشارع، الشارع بكلم الشارع مش الشارع الجماهير، لا بتكلم على الشارع، الناس اللي في الشارع، الناس الناس اللي خرجت وبتخرج يوميا في الميادين او ميادين التحرير انجاز التعبير. والناس دي اللي يهمها بشكل اساسي اسر الشهداء والضحايا، هم من اسر الشهداء وهم من ضحايا الثوره. فاتصور انه هيميل بشكل او باخر الى تشريع او سن تشريع لمحكمه الثوره. طبعا ما الفت النظر هنا لحاجه مهمه، ان هنا ودي هتكون ميزته عن شفيق، ان هتكون العلاقه، بلاش تقول لي مزايا وعيوب، انا عايزك تقول لي على طول هيعمل علاقه حميميه وتعاون بينه وبين البرلمان. طبعا ما فيش شك. طيب بالنسبه لل علاقه التعاون، علشان اصطدم بنفس النقاط المتشابهه، تواصلوا مع الاداره الامريكيه اسرائيل القضيه الفلسطينيه. لا انا ما اعتقدش ان هيبقى في صدام مع الاداره الامريكيه، يعني ما يعني على عكس شفيق اللي هو هيبقى هناك علاقه حميميه، مش هيبقى هناك علاقه تصادميه. لا هو الدكتور جمال قال تواصل مع الاداره الامريكيه، وكان هل الدكتور مرسي لن يتواصل مع الاداره الامريكيه؟ لا 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 عكس، لا الاخوان تاريخ العلاقه مع الولايات المتحده الامريكيه والاتصالات موجوده من فتره. اذا ايضا سيكون هناك تواصل من تقريبا من النصف الثاني من عهد مبارك كله. طب تواصله مع اسرائيل، هل هتكون قطيعه مع اسرائيل ام ستتواصل؟ لا اتصور ان هيكون في نوع من، يعني اذا جيت تتكلم على حكومه وجيت بتتكلم على وثيقه العهد وانه وافق على بعض بنودها او جزء من بنودها او اغلب بنودها، وبيتكلم عن حكومه ائتلافيه، ويجي الطرف الثاني بيفاوض، يعني حكومه ائتلافيه هتسيب لي ايه واسيب لك ايه؟ مش متصور ان الطرف الثاني بتاع القوى المدنيه اللي بيتكلموا على حكومه ائتلافيه وهياخد منه كام وزاره، مش متصور هيبقى ساذج قوي لو قال له عايز اخد منك الخارجيه، لان هو هيسيبها له، هيسيبها له. تمام. هو مضحي بدي خالص علشان مساله اللي حضرتك بتقول عليها، مسألة إسرائيل، فهو مش عايز أي ملفات مع إسرائيل، يسيبها للطرف الثاني خالص، القوى المدنية. طيب كويس، بالنسبة لوجود رجال الأعمال في السلطة بشكل عام، لا هو هيستبعدهم كل تماما؟ كل ما هو، طبعًا مفيش شك، لكن كل ما هو متعلق بالليبرالة الاقتصاد المصري، طبعًا الإخوان بيؤمنوا بهذا الفكر. هو فكر الإخوان ده موجود حتى في البرنامج،
ان عنده 100 مشروع، مشروع النهضه، مشروع قومي، 100 مشروع قومي، كل مشروع قال عليه ان هو يتجاوز المليار جنيه. فهو شغال في القصه دي. ده جزء في الاقتصاد. اه. الدكتور جمال كان بيتكلم على ان الفريق شفيق هيكون في دور لرجال الاعمال وسيكون لهم السطوه. هناك ايضا مخاوف اخرى بتطرح في وجود الدكتور مرسي من فكره ان هناك رجال اعمال اخوان اقطاب كبار بيمارسوا دور بالفعل من دلوقتي يخشوا في العمل هل السياسي. هل هيخشوا في العمل السياسي ولا هو هيكون حريص على اقصائهم؟ لا اتصور انه ممكن يخش في العمل السياسي على عكس شفيق. شفيق هيكون يدي مرتعشه في هذه المساله. اه عكس ما يتوقع الاستاذ جمال. على عكس دي مرتعشه. نعم. مفيش شك. طيب. مصالح الفقراء هل فعلا هيكون هو اكثر اهتماما بمصالح الفقراء؟ اصلا اللي جابوا له الارضيه من سنه 28 لغايه دلوقتي مش هيضحي بيهم كده. اه. هو بالنسبه له حتى النظره السوداويه لدى البعض فيما يتعلق بهذه العلاقه بان الفقراء عنده بيشكلوا صندوق انتخاب برضه ما فيش مشكله. هو هيتم محافظ على هذا الرديف باعتباره ان هو الصنديد بالنسبه له، هو المدافع عنه بشكل او باخر. ده هو ده اللي قعد يحارب عشانهم، او هو دول اللي كانوا بيدافعوا عنه في كل حاجه. وما ننساش مقوله السادات لما كان بيتكلم على جماعه الاخوان المسلمين عايز ينشئ الحزب الوطني، بيتكلم ممدوح سالم بيقول له انا عايز دكه وعايز مصطبه في كل نجع وفي كل كفر زي حسن البنا ما كان بيعمل. لا دي حيويه، دي مش هيضحي بيها. النقطه الاخيره. ايوه. هل الدوله العميقه ستتلاشى في ظل حكم مرسي؟ بمعنى يعني الدولة العميقة القديمة الراسخة الممتدة من الأنظمة اللي انتهت بمبارك. الدكتور جمال شايف انها هتبرز اكتر. هل انت شايف انها عند مرسي؟ هتبرز مع شفيق. هتبرز مع شفيق. لا مفيش شك طبعا. هل ستتلاشى مع مرسي؟ هو برضه هيكون في حد ادنى من الخشية من تكرار السابق. نعم. من خشية من تكرار نماذج سابقة. فباستثناء موضوع رجال الاعمال دي، لان هم طبعا اجماع الاخوان المسلمين عندها كم كبير قوي من الجامعة. على ما فهمت من الدكتور جمال فكرة الدولة العميقة الممتدة عبر عاملين ونظم وأفكار مترسخة في الجهاز الإداري والوظيفي للدولة. شفيق هيحافظ على دولة مركزية تقصد؟ نعم دولة مركزية. أما هو هيحاول تفتيت هذا. لا شوف كل حاجة لأن ده هيقودنا. أنا بساعد الدكتور الجوادي. هل ده سيقود إلى الصدام مع قوة وجموع موجودة في مؤسسات الدولة؟ هو ما فيش شك ان في فكر اداري ممكن نقدر نستنبطه كده من الحاجات اللي كانوا بيعملوها في النقابات. النقابات ادارة النقابات كانت ادارات بديعة الاخوان المسلمين حقيقة. يعني تشوف ادارة النقابات لو اداروا المحليات واخدوا نسبة في المحليات واداروا المحليات بنفس اسلوب ادارة النقابات يبقى حاجة جميلة بصراحة حقيقة. لكن الـ 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 المشكلة بقى في مسألة اللامركزية. نعم. يعني مسألة المركزية الدولة ازاي الهيكل البيروقراطي بتاع الدولة ده كله هتعوز انك انت تحوله بشكل او باخر للا مركزية، ما هوش نقابة في الاخر. فده مهم. طيب ننتقل للدكتور الجوادي، سمعت الاتجاهين في هذه النقاط لحد ما ننتقل لنقاط اخرى. كيف ترى، هل متفق مع الطرفين؟ لا انا غير متفق مع الطرفين ولا مع الرئيس اللي هو حضرتك. انا قبلت الاختلاف، انا اول واحد على طول فوق. طبعا القصة محتاجة تشبيه بسيط يبسط لنا الصورة. كيف يدير شفيق الأمور؟ شفيق يدير الأمور إنه هو الصبحية يروح للموظف اللي عنده اللي هو أمن دولة أو اللي بيؤدي وظيفة أمن دولة أو أمن مؤسسة أو أمن طيران أو أمن قوات جوية ويعرف منه الأخبار اللي حصلت امبارح بحيث إنه هو يبقى في موقف أقوى ممن سيتعامل معهم من مديرين أو من مرؤوسين متوسطين. ده أسلوب شفيق في الإدارة بتاعته، إنه صبحية يقابل الراجل بتاع أمن الدولة إن شاء الله حتى يقابله في البيت قبل ما يجي الشغل عشان الناس ما يشوفوهوش، أو هو يفوت على الراجل بتاع أمن الدولة أو بتاع أمن الشركة تحت في الأوضة اللي تحتانية قبل ما يطلع مكتبه فياخد فكرة فيطلع له الناس يبين إن هو في موقف قوي. يبقى إذن شفيق بيعتمد على اللقطة، ما يهموش قوي التيارات ولا الاتجاهات ولا التوجهات ولا التفاعلات، ما يهموش الانتر اكشنز، ما يهموش المستقبليات، ما يهموش كل ده خالص، لانه من مدرسة الادارة اليومية قد يكون بياخد فيها درجة مثلا 80% في الادارة اليومية دي. هل الحكم على تجربة سابقة يمكن ان يمتد
يعني الدكتور الجوادي وهو أستاذ قلب وجراح في مكان إذا انتقل إلى وظيفة أخرى كإدارة مستشفى، هل بيبقى فيه نفس الصفات التي استمرت أم أنه قد يتغير؟ الطبع يغلب التطبع. أنت ما تقدرش تطلب من واحد عنده 72 سنة أنه يبتدي يبني أفكاره من أول وجديد. طيب. احنا بنتكلم على المستوى اللي هو موجود. اتفضل. بنتكلم بكل أمانة يعني. فإذا هو دي بنسميها احنا في السياسة نظرية اللقطة. معاه لقطة كويسة. سواء جايبها له بقى الرادار أو جايبها له المدفعية المضادة أو جايبها له فكرة المعلومات، هو حريص على لا مش المعلومات، اللقطة. المعلومات دي كلمة أوسع، لأن المعلومات هتاخد الانتر أكشنز والاتجاهات والتوجهات والحكايات اللي حكيتها لحضرتك دي. فهو عايز اللقطة بتاعت طيب النهاردة. طيب عايز توصلني لإيه من اللقطة؟ لمؤاخذة دكتور محمد يمكن أكون أنا مخطئ. كلمة اللقطة دي، كلمة معلومات دي تديك عبد الناصر، كلمة لقطة دي تديك السادات. يعني ما سيبنا من القصة دي. سيبنا من القصة دي خالص لأنها برضو دي مغلوطة يعني، مقدمة للجماهير مغلوطة يعني. وللعلماء كمان. احنا دلوقتي عايزين بس نقارن بين مفهومين الأول، فالأول نقول المفهوم الثاني وبعدين نتعمق كل واحد منهم عشان ما نسرحش مع واحد وانتوه. لكن الدكتور مرسي بيشتغل بما نسميه في العلم أجهزة الطرح الرقمي. إيه أجهزة الطرح الرقمي دي؟ إحنا الوقت عايزين ناخد للكلى مثلا ولا للقلب ولا لأي جزء من أجزاء الجسم ولا لأي جزء في المجتمع صورة أقرب إلى الحقيقة، فبناخد على الأقل 64 لقطة 64 مليون لقطة وبعدين نحط الصور كده فوق بعضها، فالأجزاء اللي تتكثف مع بعضها الحاجة اللي تتكرر في كل الصور هتبان دينس في الصورة، والأجزاء اللي مش متكررة وإنما هي ظواهر موجودة في حالة بتاع بتبان ضعيفة، فالصورة التقيلة بتبان، والحاجات الرفيعة دي بيحصل لها ديجيتال سبتراكشن بتعمل لها طرح رقمي، يعني بتطرح بالطريقة الرقمية. فالطريقة بتاعت الدكتور مرسي هيشتغل زي ما يكون بيشتغل بسي تي اللي هي اللي احنا الأشعة المقطعية اللي هي بياخد لك 64 لقطة ويحسب منهم الصورة كويسة، فدي بتمكنه الدراسات اللي عنده والطريقة اللي عنده اللي بيتعامل بيها في خواص المواد اللي هو تخصصه بيديله الصورة دي. هي صورة رقمية قدامك، رقمية مش مفهومة قوي زي صورة شفيق اللي عارف ان فلان مصاحب البنت الفلانية وان فلان سهر مع فلان وان فلان بيسرق مش عارف ايه كلام اللي هو اللي الإدارة المصرية بتاخده ده، لكن التاني عنده صورة رقمية. طيب هذه نقطة. فالصورة الرقمية بتخلي أحكامه قد لا تكون الصواب بعينه لكنها أقرب بالصواب، هيبقى فيها أخطاء كتيرة لكنها أخطاء هامشية، لكن الصورة التانية اللي قائمة على اللقطة هيبقى فيها من الأول انحياز إلى جانب يجلب لك مشاكل كتير، قد تنحاز إلى النظام ضد مصلحة العاملين، قد تنحاز إلى إنسانية العاملين ضد النظام، قد تنحاز إلى ما تسميه أنت الكرامة الوطنية ضد المصلحة الوطنية. يعني احيانا زي دي مشاكل واجهت شفيق كتير في حكايه النزول في المدينه والنزول في اسكندريه والحاجات اللي زي دي، يعمل مشكله يقول لك الكرامه الوطنيه، طب بس دي ضد المصلحه الوطنيه، ما فيهاش كرامه او مش حاجه. فاذا الاسلوب الستايل بتاع التفكير بتاع الاثنين اللي هي نظرته للامور ازاي بيبص، انت حضرتك ربنا انعم عليك نظرك حلو فبتبص بعينيك، انا غصب عني انا وجمال بنبص من خلال النظاره، عمرو بيه ربنا كرمه وعمل ليزر فبقى بيبص برضو زي حضرتك. تمام. الجماعة اللي فوق بيقولوا لي الدكتور عايزينه يبسط شوية عشان هما كمان بيستوعبوا. حاضر. ما اطلبه من حضرتك دلوقتي. طب خلاص هنبسط. لا انا اقصد انني عايز. طيب ما خلاص بس اصل الى ارض واقع. حاضر. فتقول لي ده لما يمسك هيحصل واحد اتنين تلاتة في الملفات على الاقل اللي اتكلمنا فيها لحد ما اوصل للملفات التانية. تمام. اتفضل يا دكتور. قول لي الملف وانا اقول لك ده هيعمل ايه وده ايه. طيب. عشان اللي اتكلمنا فيهم امريكا الاداره الامريكيه امريكا علاقتها بجماعه الاخوان اقوى بكثير جدا من علاقتها بشفيق. نعم. لان شفيق في النهايه فرد مرشح مستقل، اسمه مرشح مستقل ما هوش اي حاجه،
لكن اخوان هناك مدروسين من اول ريتشارد ميتشل ومن سنه 38 هم مدروسين ومقدرين ومقيمين ومعروفين، وكل واحد من نجومهم عنده بيوغرافي واضحه هناك والتوجهات بتاعتهم واضحه. اذا فهيكون في تواصل اكتر. العلاقه مع امريكا هتبتدي مع الاخوان اسرع من بدايه شفيق. طيب شفيق هتعتمد بقى على مين هيختاروا؟ ما خلينا مش الناس عايزين يبسطوا اشرحها بس اكملها. اتفضل. هتعتمد على مين يختاروا وزير خارجيه، وبعد ما يختاروا وزير خارجيه، وزير الخارجيه يروح يقول هناك تصريح، شفيق يلاقي ده بيتناقض معاه يقول له لا انا غيره. فهتمر بما نسميه في العلاقات الدبلوماسيه ازمات مرحليه كتيره جدا. طيب اسرائيل بديها واحده بس اما اكمل. امريكا الان هي اللي هتقول لنا اسرائيل. احنا علاقتنا بامريكية استراتيجية شئنا ام لم نشأ، لدرجة اننا وانا مش من انصار لكن لابد ان اعترف ان مصر هي الولاية نمرة 52 في امريكا، لان بكمية المعونات بعد 50 ولاية امريكية ثم اسرائيل ثم مصر، يعني الموازنة الامريكية لما تحسب فانت كما لو انك الولاية 52 ممكن يكون فرق بينك وبين الولاية 51 كبير، والفرق بين الولاية 51 اللي هي اسرائيل والولاية رقم 50 في امريكا كبير، لكن انت في الترتيب نمرة 52. فانت العلاقه بتاعتك وارث علاقه استراتيجيه. هذه العلاقه الاستراتيجيه يستطيع الدكتور مرسي يقدرها من حيث استراتيجيتها، لانها علاقه استراتيجيه متشعبه في حاجات كتير. لكن الفريق شفيق اللي هو ميال لابراز ذاته وشخصياته وان له توجه باعتباره مرشح مستقل هيعمل حاجه تكون نتيجتها غير المباشره تخريب هذه العلاقه الاستراتيجيه بدون ما يقصد. طيب. زي المواقف اللي حصلت في حكايه التمويل الاجنبي والحاجات اللي زي كده. فانت الباب اللي هو يجي لك منه الريح اللي هو بتاع العلاقات الامريكيه ده مرسي هيريحك فيه، بينما شفيق هيعمل لك فيه مشاكل. نيجي لاسرائيل. طيب نيجي لاسرائيل. بس الايقاع اسرع شويه يا دكتور، عشان كده مش هتخلي الدكاتره يتكلموا، يعني مش عايزهم يزعلوا منك. خلاص بلاش اسرائيل. طيب. خش على موضوع نكمل اسرائيل يا دكتور. نيجي لاسرائيل. العلاقه بتاعت اسرائيل محدش يقدر يقول للاخوان ده انتوا بتتواطؤوا مع اسرائيل، فاذا ما عندوش تهمه عايز ينفيها، لكن شفيق عنده تهمه عايز ينفيها. علاقته بحماس مش ممكن تؤثر في هذا النوع. ما عندوش علاقه ده، ما عندوش. هنتكلم على اسرائيل. اسرائيل حاجه وبعدين هنيجي لحماس، بس عشان احنا بنشتغل بمنهج تحليلي. انت وانت بتشتغل منهج تحليلي حماس وانت بتضعها في المعادله. نبتدي بحماس قبل اسرائيل؟ لا مش عايز ابتدي بحماس، انا ما بفصلهاش يا دكتور. حاضر حاضر. اتفضل يا دكتور. حاضر. ما انا بحكي لك اهو انه علاقه الاخوان باسرائيل ما حدش قال ابدا ولا هيتهمهم انه بيملؤوا اسرائيل. تمام. فبالتالي الاخوان ما همش تحت ضغط انه حد هياخد موقف زي موقف عبد الناصر في 15 مايو 67 انه يطرد عشان يعمل ان هو بطل وانه مسامح لاسرائيل انها تبقى موجوده. يعني ما هيبقاش عنده تصرف انفعالي عايز يثبت بيه قدام العرب اللي بيضغطوا عليه ان هو لا ما يهموش اسرائيل ومن وراء اسرائيل والكلام اللي ودنا في داهيه ده. نعم. لكن شفيق ممكن يكرر نفس الغلطه بتاعه عبد الناصر في 15 مايو 67 لانه هيبقى عليه ضغوط، ده انت كذا ده انت كذا ده انت كذا. فلذلك الاخوان موقفهم الابتدائي المعطيات اللي هي الورق اللي في ايديهم اقوى بكتير جدا من ورق شفيق. نيجي لموضوع حماس. حماس موضوع أخذ من الخارجية وأعطي للمخابرات. موضوع حماس هو موضوع جريمة مصرية اتعملت، لأنه إحنا كنا مسؤولين عن غزة بموجب اتفاقيات الهدنة بتاعة 49 اللي مضاها إبراهيم عبد الهادي، واللي إحنا كعرب ما كرمناش الناس اللي مضوها وعملوها، فالوسيط خد نوبل والراجل اللي عملها ما خدش نوبل. يعني اللي راجل في بنش خد نوبل سنة 50 على إتمامه اتفاقية الهدنة واللي عملوها ما خدوش. نعم. فانت بموجب اتفاقيه الهدنه مسؤول عن غزه، جيت في 67 وضيعت غزه زي ما ضيعت سينا، كان مفروض على الاقل ترجع غزه لاهلها لانك انت اللي ضيعتها، زي ما انا اديك فلوس توصلها لجمال نصار وانت ضيعتها، فزي ما بتدور على فلوسك كان لازم تجيب فلوسك، كان لازم تجيب الفلوس بتاعت جمال نصار، يعني انت اللي ضيعت غزه على الفلسطينيين، فاذا مسؤوليتك عن غزه أكبر من التصور المصري لأنه وسيط، ده أنت المسؤول، ده أنت اللي خلقت هذا الوضع، ده أنت اللي ضيعت الناس. خلاص ده كان. ما هو مازال مستمر. مازال مستمر، هو كون الفلوس بتاع جمال ضاعت اللي أنت كان هتوديها له من 20 سنة ولا من 30 سنة ضاعت،
وهو الراجل قاعد مستني الفلوس بتاعه يبقى خلاص كان يا دكتور هيعوضها لل يعني انت ضيعت له الفلوس. فاذا انت التصور بتاعك بتاع حماس اكبر. شوف بقى انا هنا اول مره اقولك اكبر حتى من استراتيجيات الاخوان. ده تصور عايز ضمير وطني. ده عايز زي الدستور بالظبط، عايز يبقى عارفين احنا غلطنا في ايه. غلطنا في ايه في حماس، وغلطنا في ايه في السودان، وغلطنا في ايه في ليبيا. ما احنا عملنا في الحاجات دي الثلاث حاجات دي حدودنا الثلاثه، احنا اللي اجرمنا في حقوق شعوبها لمصلحه انظمه. نعم. فاحنا لازم نصلح اخطاء مصريه في حق الشعوب قبل ان تكون في حق الانظمه. طيب هل ترى ان الفريق شفيق هيتبع نفس سياسه النظام السابق زي ما قال الدكتور جمال؟ في ايه؟ في اداره شؤون البلاد. انت قلت انا افتكرت في حماس. لا خلاص فانت دخلت للمسائل الداخليه. معنى وجود شفيق اننا سنرى نفس سياسه النظام السابق. ما يقدرش يوصل لسياسه النظام السابق كمان، لان مبارك محنك. مبارك عنده ثبات انفعالي بنسبه 100%، شفيق عنده ثبات انفعالي بنسبه 1%. مبارك مبارك مارس الرئاسه وهو في سن ال 45 لما كان 18 مره في عهد السادات حسني مبارك تولى رئاسة الجمهورية كاملة، تفويض كامل 18 مرة في الخمس سنين اللي قاعد فيهم نايب. فحسني مبارك كان جاي جاهزا في قرارات كتيرة ماضيها من سنة 75 لغاية 81 رئيس جمهورية حسني مبارك. الكلام عن الفساد، فكرة النظام السابق ما يعني الدكتور جمال أنه سيدير البلاد بنفس نظام الفساد النظام السابق؟ لا، هو قبل ما تتكلم عن الفساد تتكلم عن الإدارة نفسها. فما فيش حد بيجي يدير عشان يدير فساد، حتى الفاسد ما بيجيش يدير فساد. يعني اللي بيجي يدير بيجي يدير باسلوب يتولى عنه فساد. يعني الفساد ده بلغه الهندسه باي برودكت، يعني منتج جانبي. لكن ما فيش واحد بيجي يقول سانتج فسادا اكبر من اللي قبلي ولا اقل من اللي قبلي. يعني ده ماهوش هدف، ده باي برودكت. ان انت تعمل نظام يكون فيه سمساره فيبقى فيه فساد، يكون فيه امراض اجتماعيه زي الدعم فيبقى فيه فساد، يكون فيه تغليب لمصلحه فيبقى فيه فساد، يكون فيه قرار فردي فيبقى فيه فساد، يكون فيه معايير غير واضحه هل وجوده سيكرر الاخطاء التي ارتكبها النظام السابق؟ سيضخمها. سيضخم اخطاء النظام السابق؟ سيضخم ما كنت ما تشتكي منه. لانه ايجو سنترك، هو بشخصيته كده ايجو سنترك. راجل ناجح لكن ايجو سنترك. طيب هنطلع فاصل، بعد الفاصل هنرجع تاني نطرح مجموعه من الملفات المختلفه. علاقه الفريق شفيق مع البرلمان ومع الحكومه هتكون ازاي؟ مع مؤسسات الدولة، مع القوى السياسية الموجودة، المناخ الديمقراطي هيبقى شكله ازاي؟ ونفس الشيء بالنسبة للدكتور محمد مرسي. نلتقي بعد الفصل.